إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، فإن الله سبحانه وتعالى مع إرسال الرسل وإنزال الكتب فقد أودع في هذا الكون ما يدل على ربوبيته، ويدل على ألوهيته سبحانه وتعالى، فلم يدع لعباده عليه حجة حين يلقونه يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى جعل في خلق السماوات والأرض وما يجري في هذا الكون، جعله آية وعظة وعبرة وتدبرا وتفكرا، تدل على وحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وأن ما يجري في هذا الكون لا بد له من مدبر وخالق سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن ذلك يا عباد الله ما يجري في هذا الكون من تغير الفصول وتغير الأحوال، وفي هذا وقفات يا عباد الله، فإن في دخول فصل الشتاء وقفات وعبر وآيات، منها أنها سبيل التفكر والتدبر في صنع الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادات والطاعات التفكر في صنع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تقلب الليل والنهار وتغير الفصول. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومن الآيات والعبر في دخول فصل الشتاء يا عباد الله التفكر والتدبر والاتعاظ في نزول الأمطار التي تكون غالبا في فصل الشتاء. فالأمطار يا عباد الله آية من آيات الله عز وجل، عذب بها قوم ورحم بها خلقا آخرين. فقد عذب الله بها قوم نوح لما كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فجعل الله عز وجل من الماء كأمواج الجبال
أغرق أهل الأرض أجمعين إلا من آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى عن نوح عندما قال لابنه اركب معنا، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأغرق الله أهل الأرض إلا من آمن مع نوح. والأمطار رحمة ونعمة وآية من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والمطر يا عباد الله تذكير بالبعث بعد الموت، وتذكير بما يكون للناس عندما يبعثون من قبورهم، كما قال سبحانه وتعالى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالناس يبعثون يوم القيامة من قبورهم بعد أن ينزل من السماء مطر كمني الرجال، فيبعثون من قبورهم. فالمطر تذكرة يا عباد الله، تذكرة لما يكون في ذلك اليوم العظيم. ومن الآيات والعبر والوقفات في هذا الفصل يا عباد الله أن فصل الشتاء تذكير بنار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا. وهذه الشكوى من النار شكوى حقيقية نؤمن بها ونسلم ونصدق ولا نبحث عن الكيفية. اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن الوقفات في هذا الفصل أن الشتاء غنيمة العابدين، يرتع فيه الصالحون في ميادي بساتين الطاعات ويتسابقون في ميادين العبادات، فهو غنيمة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن. وزاد البيهقي رحمه الله طال ليله فقام وقصر نهار طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. فالمؤمن يا عباد الله يستغل هذه الفصول في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم في الشتاء غنيمة الصوم في الشتاء غنيمة باردة، أي أنها تحصل من غير كلفة ولا تعب. فعلى المسلم يا عباد الله أن يودع في مثل هذا الفصل من الطاعات والقربات ما يكون ذكرا له يوم القيامة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى.
ومن الوقفات يا عباد الله في هذا الفصل أن نرحم إخواننا وأن نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بدفء ومنافع، أنعم علينا بملابس، وأنعم علينا بمأوى. قال سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فالله عز وجل أنعم علينا خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة بنعم كثيرة، من دفء في الملبس ومن دفء في المأوى. فعلينا أن نتذكر إخوانا لنا يا عباد الله لا يجدون ما يسترهم ولا يجدون مأوى لهم، فنرحمهم يا عباد الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون لبعضهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فتفقدوا حاجات إخوانكم، تفقدوا أهل الحاجة، وابحثوا عن أهل الفاقة، وارحموا عباد الله، والله يرحم من عباده الرحماء. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وزقه بطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.